شايف ان الكرات العرضيه بالنسبه لنا في مصلحتنا الكرات الطوليه الاماميه، ولا احنا نسلم الكوره من رجل للرجل؟ لا، من رجل للرجل. وازاي نستغل قفشه كمان مع اتقان العرضيات والاعتماد على التسديد؟ انت السنغاليين في الماتش اللي فات سددوا عليك ولعبوا عرضيات واخترقوا وعملوا كل، فانت بالتالي لازم تبقى رايح التسديد من خارج المرمى، من خارج ال 18 مهم جدا. مين عندنا يسدد؟ يبقى عندي لاعب بيوصل الكوره لرجل اللاعب في المكان المناسب، يعني محمد صلاح عايز يستلم في الحته دي يبقى الكره في المنطقه دي. ازاي استغل السيارات في الدفاع اللي عندهم؟ ازاي اضغط على الدفاع بحيث ان هو يغلط؟ كل التفاصيل اللي هي الفنيه اللي في الكوره، لكن هلعب الكوره الطويله اللي هي الكوره الانجليزيه دي يبقى انا بخسر كوره وبخسر جهد وبخسر، وهم بيقدروا يستلموا فيها كويس. كمان الضغط على الجناحين بتوعهم بحيث ان هو ما ادهمش فرصه ان هم ينطلقوا بسرعتهم ويستلموا كرة كويس. عدم استلام المنافس للكره بشكل كويس ده بيبقى دايما خليه تحت ضغط، استعاده الكره منهم ده لصالحي. ان انا احتفظ بالكره واعرف امررها بشكل كويس مع ان الحركه من غير كره بالنسبه للاعبين ده بيبقى افضل. التركيز من اول لقطه، من اول لحظه في المباراه، ان انا مش مستعجل ان انا اجيب جون، ان انا مش مستعجل افقد الكرة بشكل كتير. ده مهم جدا، لازم احتفظ بالكرة بشكل كويس، اوصل الكرة بشكل كويس، التسليم والتسلم، الرؤية والتحرك باللاعبين، كل التفاصيل الصغيرة اللي بتبقى في المباراة الفنية دي هي المهارات. العلاقة اللي هتبقى ما بين مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح، قدرات محمد صلاح ان انا اقدر ازاي احط له الكرة في المكان المناسب، ازاي هو بياخد لعيبه معاه بفتح مساحات لانطلاقات مرموش او تريزيجيه او النني او عمرو السوليه ان هو يقدر يوصل. الارتداد نفسه لمساعده المدافعين ده مهم جدا، تركيز المدافعين خاصه الارتكاز سواء كان الونش او محمد عبد المنعم في الكور العرضيه او ضربات الركنيه او الضربات الثابته او حتى الاختراق اللي بيحاول يعمله، اي لازم يبقى في مساعده بكره لعمر كمال عبد الواحد بشكل واضح زي ما عملنا في المباراه اللي احنا كنا بنلعب بيها. لكن هتسيبهم يلعبوا براحتهم، مش هيبقى في ضغط، مش هيبقى انت هتغلط هتبقى المباراه بالنسبه لك